لو الحكاية فيها إن فيتو رئيس الوفد يزور لائحة الوفد النهاردة. محامي الوفد هو بيحضر أمامنا لائحة الحزب زي ما حضراتكم عارفين، لا يتم التغيير فيها ولا يتم التعديل فيها غير بجمعية عمومية. النهاردة اتقدمت الحافظة أستاذ صلاح سليمان، كان معانا بيترافع في القضية، اتفاجئ بأنه اللائحة اللي تتقدم نص المادة اللي احنا مستندين إليها متغير، فتعاملت لائحة جديدة بورق جديد وتقدمت للمحكمة النهاردة. ويقدر صلاح يقول لكم ايه اللي ترتب على ده قدام المحكمة النهاردة. لا في جزئيه الصراحه، بس انتوا في امام متابعه دلوقتي، هل في خلال السنه اللي فاتت دي انتوا شفتوا جمعيه عموميه دعاها للتغيير ولا للتعديل؟ هو في تعديلات اخيره تمت بحضور الهيئه العليا وفضائت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك يا استاذ محمد، يا اساتذه بعد اذن حضرتك يا استاذ سمر. الوفد مؤسسة عريقة لها دستور. توصيف معلش. الوفد اسمي انا، انا صلاح سليمان المحامي المستشار القانوني السابق لرئيس الوفد محمود بيه اباظه، المستشار القانوني للوفد من 2000 حتى 28/5/2010. استقلت يوم اعلان النتيجة. يعني كان المستشار القانوني الدكتور نعمان جمعه هو رئيس، وانا اللي مقدم ورق الدكتور نعمان جمعه انتخابات رئاسة الجمهورية، وانا عضو مجلس النقابه العامه للمحامين. قلنا ايه اللي تم في الجلسه النهارده؟ النهارده فوجئنا وانا حاضر مع الزميل الاستاذ رضا سلامه ان هو مستند لان مده عضويته كسكرتير للهيئه الوفديه طبقا للائحه المعلنه اللي موجوده قدامنا التي لم تعدل، والاستاذ فؤاد سكرتير عام الوفد يقول لنا هل تم اي تعديل في اللائحه منذ 2010 وتعديل اللائحه طبقا لما ورد بها لا يتم الا بجمعيه عموميه غير عاديه بنصاب خاص بإجراءات خاصة وتعلن، وعند انعقادها يتم توثيقها وتقديمها فين؟ في لجنة شؤون الأحزاب. عندنا لجنة شؤون الأحزاب فيها وثيقة، فيها نسخة، عندنا إعلان اللي نشر في جورنال الوفد ومكتوب فيه المواد اللي اتعدلت. للأسف الشديد هو النهاردة عدل في المادة 14 بحذف ثلاث كلمات. المادة 14 بتتكلم عن أن الهيئة الوفدية تنتخب في دور انعقادها العادي 5 كسكرتارية لها لمدة 5 سنوات، شطبت أو مسحت أو زورت وحذفت لمدة 5 سنوات. أنا حزين هذا الكيان العريق اللي خرج سعد زغلول نقيب محامين مصر، مصطفى النحاس نبي الوطنية المصرية، فؤاد سراج الدين، نعمان جمعة أستاذ القانون، محمود أباظة، في نقابة المحامين فيها 23 نقيب محامين من ضمنهم 17 نقيب محامين وفدي. حزب الوفد اللي طلع وحيد رأفت وطلع حميد حشيش يتم التلاعب بلائحته الأساسية بلا خجل. أنا بقول إن الزميل أستاذ رضا بوصفه هو صاحب المصلحة في الدعوة المقدمة النهاردة بيكتب بلاغ سيتم تقديمه غدا بتهمة نتهم حزب الوفد ممثلا في رئيسه ومسؤوله القانوني بالتزوير في محرر عرفي واستعماله امام المحكمه بتزوير في الماده 14 من اللائحه الداخليه للحزب. فعلا هذا يوم حزين في تاريخ الوفد. للانفراد بالوفد، فتعامل مع الوفد كيان الوفد اللي عمره 100 سنه، يعني احنا تقريبا قدامنا سنتين وهنحتفل بمناسبه مرور 100 سنه على نشاه الوفد، بيتعامل معه كمنشاه فرديه. وشفنا حاله الارتباك وحاله التردد اللي اصابت الخطاب السياسي للوفد في حواره مع جماعة الإخوان المسلمين، وضيع 6 شهور من عمر الوفد ومن عمر ثورة 25 يناير في إنه الوفد هيخش في تحالف مع الإخوان المسلمين، مع العلم إن الوفد أقدم حزب في مصر، الوفد من سنة 18، الإخوان المسلمين من 28. وتسبب ده في إنه فتت القوى المدنية، وإن القوى المدنية ما قدرتش تدخل في مواجهة واضحة مع القوى الظلامية أو قوى الإسلام السياسي. المرة الثانية شفنا فيها إن لما قرروا المصريين في جبهة الإنقاذ مجتمعين ان هم يقفوا ويجابوا جماعه الاخوان المسلمين، وتشكلت جبهه الانقاذ في الوقت اللي تشكلت فيه جبهه الانقاذ، خرج رئيس الوفد على الاجماع الوطني كله
على التيار العام اللي كان موجود في مصر، وراح قعد مع الرئيس مرسي في الوقت اللي كان كل المصريين واخدين موقف فيه من رئيس جماعه الاخوان المسلمين. مش كده مش كده بس، خرج وقال لنا على دستور الاخوان ان هو افضل دستور في التاريخ بغير مبرر وبغير سند، وقال ما هو اكثر من ذلك، قال ان مرسي من حقه يحكم مش 50 سنه 500 سنه. كل ده تسبب في انه الوفد خسر كتير من رصيده في الشارع السياسي المصري. احنا لاول مره نشوف الوفد اللي امثله في ثوره 19 على ان الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب، ان رئيس الوفد يشيل العلامه، علامه الوفد الهلال والصليب، ويحط مكانها نجوم ويقول لك انا بعمل 27 نجم و 26 نجم. شفنا الوفد وهو بيدخل المعونه لاهلنا وناسنا في غزه انه شال الصليب اللي بيفصل الوفد ده اباط مصر في ثورة 19. قالوا انه الجيش الانجليزي ما بيفرقش بين المصري والاخر، ما يعرفوش. ولما اتعمل دستور 23 وقال لهم نعمل لكم كوتا داخل الدستور رفضوا. ده كلام تسبب فيه الدكتور سيد انه يحط في الصفحة الاولى ربع صفحة كل يوم يتكلم فيها عن مين الوفد. انا بعد 100 سنة محتاج اقول للمصريين مين الوفد.